المؤقتة دي الموظفين الأساسيين ما بيشتغلوش، واللي بيشتغلوا بتوع العقود المؤقتة. فبتوع العقود المؤقتة تقول لهم مش هنديكوا، مش هنعينكوا ولا هنأمن عليكوا، ولا ده حاجة صعبة، ولا عقود ولا أي حاجة. طبعا دي لو حصل في قطاع خاص والله يخش السجن، لكن الحكومة بتعملها عادي، وشركات الحكومة بتعملها عادي، وبتفضل راكنة الناس ومش واخدة عقود، وبيدوهم ملاليم، وبيشتغلوا مكان اللي متعينين من زمان بقى، اللي بقوا أباطرة. ده ظلم بين، ظلم بين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاضر، كل هذه المشاكل بمشيئة الله تعالى ستكون محل الرعاية والتقدير، وهنستمع أيضا إن شاء الله في حلقة بكرة إلى مشاكل تانية، بس نكون عملنا أي حاجة في دي، وإن شاء الله نوفيكم بكرة بأي تفاصيل عنها. وبرضو خدوا بالكم إن أنا هبتدي بقى من النهاردة باسم برنامج على هوا مصر، هسجل المشكلات دي، هنبعت للوزراء وهنتابع، وهنبعتها أيضا بمشيئة الله تعالى إلى الرئاسة.